Hi, my dear student. Today, اليوم إن شاء الله يمس, we want to complete answer page 60 and 61 from the workbook. كيفكم يا حلوين؟ اليوم إن شاء الله يمس رح نكمل حل صفحة 60 61 من الworkbook ونختم إن شاء الله. Exercise G, read and write number the pictures in order. هلا مس, بالنسبة لهذا التمرين بدك, هلا في عندك فقرة, بدنا نرتب هدول الصور حسب الفقرة, غير انه بدنا نرتب هدول الصور حسب الفقرة. هون كاتبينها tonight, هذه الليلة, tomorrow, غدا, Tuesday اللي هو يامس الثلاثاء, two weeks اللي هو يامس بعد اسبوعين اللي هو اسبوعين. هلا مس عند كل وحدة بدنا نكتب الجملة اللي موجودة عندنا بالفقرة, شو رح نعمل الليلة, شو رح نعمل غدا, شو رح نعمل الثلاثاء, شو رح نعمل ب اسبوعين, تمام؟ فعند كل جملة بدنا نكتب الجملة تبعتها, تمام؟ فرح نحل الاثنين مع بعض, فخليك مركز منيح مشان تقدر تحل. We are planning our vacation to the beach. هلا ترتيب الجملة مس هنا اللي هو We are planning our vacation to the beach, رح يكون اللي هو الصورة الثالثة نكتب عليها اللي هو مس 1 عم بخطط, ومعناها نخطط لرحلة, نخطط لرحلة على الشاطئ, بخططوا للرحلة في الشاطئ. tonight هيها برضو نفس الوقت tonight, ننتبه إذا بعد tonight بدنا نكتب شو مكتوب. Dad will show us a brochure of the hotel. Dad will show us a brochure of the hotel. نكتبها يا مس, نكتبها كاملة هون. ترتيبها بالجملة يا مس راح يكون, والله لسه ترتيبها مش موجود, تمام؟ Where we will stay راح يورينا وين اللي هو يا مس, رح ورينا قائمة وين بدنا نذهب, قائمة وين بدنا نذهب أو أين نريد أن نقيم. We will go to the store to buy new swim suits. سوف نذهب إلى المحل, المتجر أو المحل, to buy لنشتري new swim suits tomorrow. بدنا نروح نشتري شوية أواعي سباحة من المحل. إذا مس أواعي السباحة من المحل هيها, بنحط عند الصورة الأولى number 2 الترتيب اللي هي number 2, تمام؟ بنفس الوقت هما بكرة رايحين يشتروها, فبتكون يمس tomorrow هنا بنكتب they will go to the store to buy new swim suits. إذا بكرة هما بكرة رايحين, صح؟ إذا tomorrow they will go to the store to buy new swim suits. هون on Tuesday, إنه Tuesday بنكتب يا مس يا اللي بعد Tuesday. I will choose what to pack. I will start packing in 3 days. إذا مس بدي أشوف شو بدي أحط بالحقيبة, وبدي خلال 3 أيام أكون مس يعني زي اللي خلص حقيبته. فأول إشي رح أشوف شو فيه, شو بدي يأخذ, رح نحط عند الصورة الثانية number 3, وبعدين رح يحزم حقيبته اللي هي number 4 هون, تمام مس؟ On Tuesday he will choose what to pack. بدي يختار شو بده ياخذ معه, تمام مس؟ اذا وصلنا عند next week. Next week we will be at the beach. الاسبوع الجاي رح نكون في الشاطئ, فرح تكون هون عند number 5 هي هون الشاطئ. وبعديها we will come home from the vacation in 2 weeks. I can't wait. هي رح تكون 6 number 6 يعني خلص رجعوا من المسبح للبيت. هلا 2 weeks نكتب they will come home from the vacation, بعد اسبوع اسبوعين رجعوا من الرحلة, فنكتبها هون يا مس, تمام؟ هلا مس بالنسبة عنا لإكسرسايز H, هلا مس بس بدي تكون بالصورة إنه F معناها إذا, وإذا أجت F بجملة التانية بتيجي فيها will أو won, تمام؟ فهون بدنا نكمل هي الجملة, هون بدنا نشوف شو التكملة تبعتها. We will go to the beach, we will go to the beach if the weather is fine. إذا كان الجو جيد, إذا سوف نذهب إلى الشاطئ إذا كان الجو جيد. If معناها إذا. 2. Dad will buy some fireworks. أبي سوف يشتري بعض الألعاب النارية. If they aren't too expensive. إذا ما كانوا شوي غاليين. إذا إذا ما كانوا غاليين. Expensive معناها غالي. Number 3. Grandma will make cake. أمي سوف تعمل كيك. Grandma جدتي سوف تصنع لنا الكيك. اللي هو مس if she has time, إذا كان عندها وقت. If it snows, إذا أمطر, إذا يعني ثلجت.
We will make a snowman. سوف نصنع الرجل اللي هو الثلجي. Number 5. If we go to the mall, إذا ذهبنا إلى المول, I will buy a CD. بدي أشتري CD. Number 6. If you don't go to the bed, إذا لم تذهب إلى السرير, you will be tired in the morning. سوف تكون يعني تعبان في الصباح. رح تكون تعبان في الصباح. تمام مس؟ هذا مس بالنسبة لحل صفحة 60. ننتقل لحل صفحة 61 exercise I. Read and write sentences. هلا مس هذا بالنسبة لترتيب الجملة الموجودة عندك هون. أول إشي دائما نحط الفعل بعدين will أو want بعدين بنكمل الفعل وتكملة الجملة. الأولى محلولة، الثانية اللي هو they will wash the car نفس ما هي بتنزلها. تمام. She will build a snowman نفس الإشي بتنزلها. يعني مس بدها تصنع a bold man, a snowman اللي هي مس بدها تبني رجل ثلجي. I won't watch a movie لا أريد أن أشاهد تلفاز. 5. She won't lie in the sun لا تريد أن تتشمس نحكيها أو تستلقي تحت الشمس. He will read a book اللي هو يريد أن يقرأ كتاب. يعني هي مس مرتبة بس بدك تشيل الشحطة اللي عندك. Choose will or won't حكينا إذا will بتكون إجابة صحيحة ما فيها نفي وإذا won't بتكون خطأ. تمام. هون Helen climbed the mountain because it's very high. هلا مس من الجملة بيحكوا لك إنه Helen climbed the mountain because it's very high إنه Helen إشي الجبل لأنه كتير عالي. لأنه من كلمة لأنه كتير عالي رح يكون want إنه هي ما بدها تتسلق الجبل لأنه كتير عالي يعني إنها عم بتبرر فحطينا want. تمام. هون مس داد درايف هيز كار because the tires are flat. مس هون بحكي لك إنه داد شغلة يقود لأنه الدولاب فلت راح تكون want. تمام. راح تكون want لم يقود السيارة لأنه الدولاب يمس. كيف لما بنحكي بنفس نفس الإشي. سارة إشي carry the bags as they aren't too heavy. سارة يمس حملت الباجز لأنهم مش ثقال. إذا بتكون well لأنه هي ما بررت ما فسرت ليش ما عملت هيك. 4. هارلي help his mom. من كلمة help his mom إذن أكيد will. Harley will help his mom today as he promised زي ما وعدها. Stella mom drive the car because she doesn't have a driver's اللي هو lessons اللي هو يمس إنه هي لا تقود السيارة لأنه ما معها رخصة قيادة. بنحط يمس want لأنها فسرت ليش هي ما بتقدر تسوق السيارة. هيك مس بيكون ختمنا إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية وانقل الحل بشكل هادئ وكل إشي مهم فركز منيح. يلا باي باي. Have a nice day. باي باي.